أن العاشق يمر بمراحل خمس. في المرحلة الأولى يمر العاشق بالاستحسان، وهي حالة قريبة من الصداقة، ثم ينتقل بعدها إلى الإعجاب. الإعجاب أن تسكن عينك حينما تنظر إلى ذلك المحبوب، ثم بعدها الإلفة، أنك تأنس إليه وتستوحش حينما تفقد ذلك المحبوب. ثم ذكر ابن حزم الكلف والعشق، وهي غلبة انشغال البال، أنه ينشغل بالك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة ماذا؟ مرحلة الشغف، التي ربما ينقطع بها الطعام والشراب، وربما يضطرب النوم عند الإنسان. إذن على الإنسان أن لا يصل للمرحلة الأخيرة حتى يتأكد أن المحبوب يستحق ذلك، لأن العودة بعدما تصل، ولو اكتشفت أن المحبوب غير مناسب، ربما كانت مستحيلة.